في حاجة الصورة برضك فيها صورتك وريني وشك كده ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجة كده حاجة محترمة فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صورة رئيس عصابة يا حيوان انت بتتريق لا مهابة ايه حاجة مهابة ايه حاجة ايه حاجة انت شايف ايه ده هو ده ده انا هو ده ده هو ده ايوه يا حاجه ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي الجلسه باقي عليها ربع ساعه اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى هنا يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله عليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان انا رايح اترافع عن محمد طه امسك ولدي حيضيع منك عيني عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على انه قتل أنا ما اتفقناش على كده يا عم أنت كنت بتعملني في مفاجأة هنا أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش هينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة شاب ضرب في السكينة في حنكم؟ أيوة حاضر أهو شرن بقه غنى شرن بقه دي جون الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلا حنجل قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسعة يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة دالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو ابنك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه فيا ليه سيد الرئيس ان طعنة موكلي حنجل كانت طعنة رقيقة كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه اتطبق ايه انت عايز ايه بالظبط ابوس ايدك شجع الشباب شجع الشباب المنطقه كلها عندي مستنيه شربات واحد فرق اول مرافعه ليا شربات ايه يا استاذ قول لي طلباتك طلبك هكون عايز اسكبريسو عايز تقيل ايه تقيل تقيل
خلاص يا اخوات تأجل القضية اتفضل. حياة المصحف والله بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لفي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجة. ها اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره بقى، وانا واقف المرافع كده وبقول كده روح لمح بعيني كده، شفت سيادة المستشار ويا الدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يوم ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت. فهم واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمنى يا بت اطمنى قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي مرفت وجوزها محي عازمنا على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمنا على الفيلا الجديده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي انحلوا بايه؟ السكر غالي وانحلوا بايه؟ انا بنت عروكه بالسكر غالي والسكر غالي. البزه المرطعان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخيل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه خش ايز، وادي البروفه خلي الانسه تخش تيز جوه. خلي ليه الانسه تخش تيز جوه؟ على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. ايه يا استاذ انا غلطت فين دروستم يعني في ايه؟ الله 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 لا عم انا كلمتك انت عايز تخنق ليه طيب؟ الله طب انا امك انت اللي بتهدى. بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. وفي ايه؟ عارفة؟ الله 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 الناس راحت فين يا بوبي؟ مش عارف الناس دي كانت كرافك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس
خدتني فكرت البتاع ملغم ولا حاجه. ما تخافيش يا بنت الفلوس النهوف فقلبك جيب جوزك سبع خفت يكون سنه واخر امي. لا يا سر منين اهو في جيبي اهو. بس ولو بردك لازم نروح في الشياكه عند محي ومرفت وبنكمل شوبينج. انت انا بنروح الموسكي كلاس اكتر. اه طب والله عندك حق. المره الجايه نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي. والراجل جاي بالفزمه من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو. ما بتعديش حاجه. بموت بضحكه الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونه يا بابا طفونه. قولي عفونه مش طفونه. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لولو مش هتخلف تاني. متخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي. يا نهار ابيض الفيلا كده الجنينه كده البحر كده يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال. بصي الجمال شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي اول ما شفته ما استخسروش فيا ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي. بصي قوليلي الله الماظ. يا لهوي الماظ. مبروك الف مبروك حاجه تقبل طبعا. والان مع المفاجاه. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا اول اغنيه اطفال بصوت ابني ياسر محيي الدين. طب ما تكمل بقيه الشارع خليه ياسر محيي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني لكم اقول ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم انا اقول ده يعني لكم انا اقول ده. الله الله برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محي. ابنك مش محتاج لشريط اطفال. ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش.